كيف يمكن تشخيص وعلاج طول النظر؟ في غالبية الحالات يتم اكتشاف طول النظر بالصدفة، وخصوصا في الأطفال، حيث أن الطفل لا يستطيع أن يشرح شكواه، بالإضافة إلى قدرة العين على إخفاء هذه المشكلة بشكل كبير. وعند طبيب العيون يتم استخدام قطرات لعمل ارتخاء في عضلة العين، فيظهر طول النظر بقيمته الحقيقية، ويتم التعامل معه بناء على هذه القيمة وما قد تسببه من مشاكل. وفي غالبية الأطفال يتم استخدام النظارات الطبية ومتابعة الحالة كل 6 أشهر، وقد تلجأ في بعض الأحيان لعمل بعض التمارين لتنشيط العين في حالة حدوث الكسل الوظيفي. أما في الشباب والكبار فلدينا أكثر من وسيلة للعلاج، منها النظارات الطبية والعدسات اللاصقة أو أحد جراحات إصلاح عيوب الإبصار، سواء بالليزك أو زرع العدسات. مع تحيات مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات